الموسيقى هو علاج اللي مزيان بزاف. وطبيعه الحال كانوا كيستعملوا الاغريق واستعملوا حضارات، وابن سينا كان كيستعملوا في الماديسان ديالو باش كيعالج بزاف ديال الامراض النفسيه، وكانت كانوا كيتعالجوا الناس بالموسيقى. فالمستشفيات ديال ابن سينا كان كيكون فيها يعني كيجيو كيكونوا لي ميوزيسيان كيكونوا كيدوزوا. دابا بيان سور سي تري فاسيل باش تسمع مع اليوتيوب وداكشي انك تسمع موسيقى، ولكن خصك تعرف تختار النوع ديال الموسيقى. فكتختار طبعا الكلام خصو دائما يكون ايجابي، ما يكونش كلام سلبي، ما يكونش كلام انهزامي. مثلا بغيتي تنشط باو في المغرب كاينه الفناير مزيانين بزاف، لا ميوزيك ديالهم اللي روبوستونت مزيانه بزاف. طبعا داكشي الحزين داكشي ديال الشعبي اللي خاوي من الصخره ماشي مزيان، كيعطي اون انرجي نيجاتيف. اللي بغى ان سومنيفير ناتورال ولا وبغى الاسترخاء كاين الصوت ديال فضل شاكر اللي هو صوت ديالو مميز جدا، واللي هو كيعطي الذبذبات ديالو كتنعس يعني بحال ان سومنيفير، يعني كتولف تسمعو كتولي تنعس وترتاح. وكاينه بيان سور الموسيقى بحال حمزه نميره بالنسبه للانسان اللي باغي يتحرك باغي يناضل، ولا الناس اللي باغيه تتحرك باغيه تكون عندها يعني ديزيدي بوزيتيف. فتجنبوا اي كلام سلبي في داكشي اللي كتسمعوه، لان داكشي اللي كتسمعوه كله كيولي يسو ترانسفورم اون انرجي. يعني الهضره اللي كتسمعوا ليا خايبه كتولي كلها يعني انهزام فيكم وهن وضعف ومرض الى اخره، والحاجه اللي هي مزيانه وايجابيه كلها كتولي طاقه وصحه وعافيه. وكنصحكم بالنسبه للانسان اللي عنده صعوبه في النوم انه يبدا يستمع لفضل شاكر والموسيقى ديالو اللي هي هادئه بزاف، والذبذبات ديال الصوت ديالو هي كتنعس كسومنيفير طبيعي.